قد أتى وحي المحبة والسلام، يشدو بلحن الحب في روض الغرام، بشرى لكل خلق في يوم غدير، من كنت مولاه فمولاه أمير. يا مولاي علي، يا مولاي علي، يا مولاي علي، يا مولاي. مثلك لا ما شفت، يا من باسمك دبيت، حجب نحرب وتنفس الفهوى، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، حبيب قلوبنا وشفيعنا ونبينا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة مباشرة من صباح كربلاء. في هذا الصباح نقول: لولا فكرة وجود الله والاستعانة به وقت المصائب، ولولا الاستغفار، لولا الهرع إليه في الصلاة والدعاء ببكاء وخشوع، لا أعلم أين كنا سنذهب بهذه القلوب القلقة الخائفة. ولولا دوام رحمة الله بنا والإيمان الذي ينزله في صدورنا في أشد الابتلاءات، والخروج المفاجئ بقدرته من ضيق تفكيرنا لواسع حوله وقوته لهلكنا. فالحمد لله، إنك رب رحيم، وإن معيتك ما زالت تشملنا رغم إننا مقصرين. فالحمد لله دائما وأبدا. مشوار حلقة جديدة بفقرات إن شاء الله غنية بالمتعة والفائدة لكم. وتشاركني في حلقة هذا اليوم الغالية سوزان. صباح الخير والعافية. أسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله يا رب. صباح كل طاقة إيجابية بهذه الكلمات، بهذه الزهور الجميلة. نعم، وكلماتكم أيضا كانت معبرة، بها الكثير من الحكمة، بها الكثير من الالتفات اللي ممكن من خلالها ننطلق بصباح جديد متوكلين على الله سبحانه وتعالى. وكل الأحلام إذا تركناها يم الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تتحقق وتجبر الخواطر إن شاء الله. أحسن، الله يبارك. إذن بذكر الله نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الأكارم، ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول: في ذكر الله سعة من كل ضيق، وأمن من كل خوف، وطمأنينة من كل قلق. فبسم الله على قلوبنا حتى تهدأ، حتى تطمئن، وحتى تتحقق الأحلام. نبدأ وإياكم مشوار جديد من صباح كربلاء بفقرات منوعة بإذن الله تعالى تنال رضاكم بالمتعة والفائدة. لنبدأ باستعراض سريع لأبرز الفقرات التي سوف نتناولها في حلقتنا لهذا اليوم. من الفقرات التي سوف نقف عندها بالتأكيد هي فقرات كثيرة منوعة بين الثقافية وبين العلمية، وبالتأكيد هناك المحطات المهمة التي سوف نتناولها من المهرجانات التي حدثت بهذه الفترة المؤخرة. لنبدأ باستعراض سريع لأبرز الفقرات التي سوف نقف عندها. أولى الفقرات سوف تكون مع فقرة ثقف نفسك، لنطالع في هذه الموضوعة فوائد فيتامين إي للبشرة. وتقريرنا لهذا اليوم من لندن يسلط الضوء على القصة التاريخية التي حولت جسر البرج إلى واحد من أهم معالم لندن، والتفاصيل مع علي باسم. وفي فقرة حديثنا المسرح الوطني وجائزة الإبداع مع ست آلاء طاهر مسؤولة أعلام اليتيم في العتبة الحسينية المقدسة. وجولتنا وسؤال التفاعل مع ماجد الأسدي، والسؤال يقول: الظروف تغيرنا أم نغيرها؟ كل هذه الفقرات وأكثر إن شاء الله تأتيكم ضمن حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. دائما بدايتنا هي التوكل على الله، ودعونا نذهب بأسماعنا وقلوبنا المشتاقة إلى حضرة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اليوم أحد، هي الزيارة المخصصة لمولانا أمير المؤمنين والسيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليهما السلام، فإلى بث مباشر من العتبة الحسينية المقدسة. آل محمد
السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضية المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما، لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليك يا ممتحنا، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، وكنت لما امتحنك به صابرا، ونحن لك أولياء مصدقون، ولكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم وأتى به وصيه عليه السلام مسلمون. ونحن نسألك اللهم إذ كنا مصدقين لهم أن تلحقنا بتصديقنا بالدرجة العالية، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتهم عليهم السلام. آه.
يا من وسعت العلم والكون الفسيح وحملت حب الناس نهجا كالمسيح ووردت خلق المصطفى. تلك القلوب التي رفعت أيديها في ضريح الإمام الحسين سلام الله عليه كأن لسان حالها يقول: حاولت للرمق الأخير ولم أعد أقوى، فجدد يا إلهي قوتي، خذني إليك إلى رحابك، دلني، هبني رضاك، تولني في كربتي. ونقول لكل من دعا وتوجه لله سبحانه وتعالى: سيمر كل مر، سيتمهد طريق وينطوي تعب الأيام، سينتهي كل ما حدث معك وكأنه لم يكن، سترحل الأوجاع من الدنيا مثلما جاءت يوما بلا استئذان، سيطرق الفرح باب قلبك بدون حساب، ستعود كما كنت ذلك الشخص القوي، ستقابل أشخاصا أفضل، فقط ثق بالله واطمئن. وعندما تجد بأن الله يقتلع روحك من مكان، تأكد بأن تلك الأرض غير صالحة لأن تزهر فيها، سوف تقع بعلاقات أفضل، سوف تزهر روحك، فالقلوب على نقائها تقع. وقفت يوما أصيح على سفوح الجبال، والشمس ينبوع نور وجنة من ظلال، ناديت يا جبال أهديك أحلى سلام، فعاد صوتي وقال أهديك أحلى سلام. عجبت من لا يقول ولم يكن في الحقول على امتداد المدى إلا أنا والصدى، كذاك يا أصدقاء جزاء أعمالنا، إن كان خيرا فخير أو كان شرا فشر، مثل ارتداد الصدى إنا نراها غدا، إنا نراها غدا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونجدد التحية والسلام لكم. بعد ما أخذنا هذه الطاقة الإيجابية نتوكل على الله ونبدأ بمشوار حلقة هذا اليوم. أولى الفقرات اللي اخترناها لكم ضمن اليوم هو فقرة ثقف نفسك. راح نتوقف عند موضوع جدا مهم اليوم، الجميع يعني يتمنى أن تكون له بشرة نظرة، بشرة صافية، بشرة خالية من الشوائب، وأكيد هناك بعض الفيتامينات التي تحافظ على جمال البشرة. من هاي الفيتامينات هو فيتامين مشاكل الصحية. إذا كانت هذه الوقفة اللطيفة حول مثل ما ذكرتي قبل قليل، البشرة خاصة بهذا الوقت واختلاف درجات الحرارة ممكن راح نحتاج إلى الكثير من المرطبات. أكيد، ونستطيع أن نحصل على فيتامين إي أما من خلال الأغذية اللي تحتوي على فيتامين إي، أو من خلال المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين إي. هناك أقراص خاصة بمجرد ذوبانها في الماء تعطينا أيضا فيتامين إي، وهذا الشيء جدا مهم. ومثل ما ذكرنا بعض النقاط يحمينا اليوم من الأشعة الضارة يعني للشمس، احنا كثير يستعملون واقي الشمس حتى بشرتهم لا تتحسس من أشعة الشمس، ومجرد اليوم احنا تناولنا الفيتامين إي أيضا يساعد على تقليل هذه الأشعة الضارة للشمس. حسنتم، متواصلين وإياكم بباقي فقرات برنامج صباح كربلاء، وإن شاء الله لنا عودة. Thank you.
مشاهدين الأكارم نتواصل وإياكم ولنا وقفة إن شاء الله نطالع فيها تفاصيل كثيرة وممتعة إن شاء الله، وهي حول القصة التاريخية التي حولت جسر البرج إلى واحة حقيقة بها الكثير من المعالم المهمة وتحديدا في لندن. هذه التفاصيل سوف تأتيكم في تقرير للزميل علي باسم، فنتابع. بأبراج حجرية مذهلة تتصل بقوسين من الحديد وبممشى في الطابق العلوي يوفر مناظر بانورامية خلابة للمدينة، وبتصميم هندسي فريد وبنية عملاقة ضخمة تحمل حركة السير والمشاة معا، تحتفي العاصمة البريطانية لندن بجسر البرج كواحد من أبرز المعالم السياحية فيها. فالجسر الذي فاز بتصميمه السير هوراس جونز تم افتتاحه لأول مرة في عام 1894، حيث استغرقت عملية الانتهاء منه حوالي 8 سنوات. أشرف فيها المهندس الآخر السير جون وولف باري على هذا العمل الهندسي الأيقوني. لدى الجسر خلفية تاريخية، وأعتقد أن المغزى من بنائه هو لحماية قصر الملكة من الجانب الجنوبي لمدينة لندن، وكما للجسر الكثير من القصص التاريخية تعود إلى أكثر من 100 سنة، ولذلك أنا مستمتع بالمنظر هنا. أنا تجولت في مناطق لندن، وأعتقد أن جسر البرج هو أكثر الأماكن التي أعجبت بها لأنني مهتم بالأمور التاريخية وللجسر قيمة عالية بذلك. اليوم يعمل جسر البرج كجزء من البنية التحتية للنقل والمواصلات في لندن، ويعتبر مسارا رئيسيا للمركبات والمشاة لعبور النهر، كما يساهم في توفير وصول سهل ومباشر للمناطق والأحياء المحيطة به، ما يقلل من الازدحام المروري في المناطق الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يعد جسر البرج في لندن معلما سياحيا هاما يستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، موفرا إطلالات مذهلة على المدينة وفرصا للاستمتاع بالمشي والتجول فوق النهر لاستكشاف تاريخ لندن وتجربة الثقافة والجمال العمراني فيها. أعتقد أنه واحد من أكثر الأمور التاريخية الجميلة التي زرتها في لندن، وهناك الكثير من الأساطير التي أحب أن أتعرف عليها أثناء زيارتي إلى هذه المدينة. تم تصميم جسر البرج ليكون بوابة إلى مركز مدينة لندن من الشرق، ولدى البرج الكثير من الطابع التاريخي، ويعتبر رمزاً من رموز لندن. عندما أقارن هذا الجسر بالرموز الدولية، فدائماً أضعه مع برج إيفل في باريس. لا يعد جسر برج لندن مجرد جسر وظيفي وشرياناً حيوياً يربط أجزاء المدينة المهمة فقط، بل هو أيضاً نصب تذكاري وتاريخي يحكي تاريخ قصة تطور لندن. علي باسم لبرنامج صباح كربلاء، لندن. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وشكرا لعلي باسم على هذا التقرير الجميل من لندن، وشاهدنا أيضا فد معلم من معالم لندن. إذن مشاهدينا الكرام، راح نسلط الضوء إن شاء الله اليوم على مهرجان 40 بدورته الثانية، هذا الحدث السنوي الذي يعقد في العاصمة بغداد وبرعاية مؤسسة تبيين للإنتاج الفني والتطوير الإعلامي. قبل الحديث مع ضيفتنا الكريمة ونتحدث عن الجائزة والتفاصيل، خلونا نتوقف بهذا الفاصل. Thank you.
وسط دول حوض المتوسط. شكل الشجرة هرمي ذات أوراق صغيرة شبيهة بالحراشف، لونها أخضر غامق، لها مخاريط ذكرية وأنثوية، تتميز بارتفاع أشجارها الذي يصل إلى 30 مترا، وبخشب عطري جدا. تحتوي أغصانه على زيت طيار يضم البنين، الكاميفين، السيديرول، أما الكيزان فتحتوي على حمض العفص. السرو شجر بطيء النمو، دائم الخضرة، هواؤه عليل، له استعمالات طبية، يحمي البساتين المثمرة من العواصف ويمنع انجراف التربة. مشاهدين الأكارم نتواصل وإياكم، وحقيقة مثل ما ذكر زميلتي قبل قليل وقبل هذا الفاصل بأن هناك الكثير من النشاطات والمهرجانات اللي شهدتها كربلاء والعراق تحديدا وفي بغداد والكثير من المناطق. حاولنا أنه ننتهز فرصة المناسبات الدينية، فكانت هناك الكثير من النشاطات اللي راح نسلط الضوء عليها مثل ما ذكرت زميلتي قبل قليل، وبالتحديد سوف تكون معنا زميلة عزيزة علينا وحصلت على جائزة مهمة، تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن سوف تكون لنا وقفة مع موجز الأخبار وأهم العناوين الإخبارية مع الزميل أحمد شرار. مثل ما نعود لضيفتنا الكريمة، مشاهدينا موجز لأهم الأخبار، مرحبا بكم. شعبة المسرح المعاصر التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تقدم عرضا مسرحيا على خشبة مسرح البيت الثقافي في كربلاء بعنوان فاطمة. العرض تناول فكرة مهمة وهي القدوة الحسنة وتأثيرها في نفوس النساء وكيفية الاقتداء بها لإنشاء جيل واعي يواجه التحديات الغربية. وفد نسوي يمثل 30 دولة عربية وأجنبية وإسلامية يشيد بجودة الخدمات التي يقدمها مستشفى السيدة خديجة الكبرى عليه السلام التخصصي التابع للعتبة الحسينية المقدسة. الوفد طلع على الأجهزة المتطورة في المستشفى والخدمات التي يتلقاها المواطنون والمبادرات المجانية التي يطلقها للتخفيف عن كاهل المرضى. العتبة الحسينية المقدسة تقيم مهرجانا لتكليف 750 فتاة ممن بلغنا سن التكليف الشرعي في قضاية الأعفر بمحافظة نينوى. المهرجان الذي أقيم بالتزامن مع ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام هدف إلى ترسيخ أخلاق وتعاليم وسيرة البضعة النبوية في نفوس الفتيات. الموالون في العاصمة السورية دمشق يحيون مولد السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وسط أجواء مليئة بالفرح والسرور. عبر المشاركون بالاحتفالات عن إحياء الذكرى بأنها محطة تربوية وثقافية لاستلهام القيم النبيلة من صاحبة الذكرى عليها السلام. وأخيرا المئات من البريطانيين في مختلف المناطق يخرجون في تظاهرة حاشدة مطالبين الأمم المتحدة والجهات المعنية بوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني. وجاءت هذه التظاهرات معلنة رفضها لما يقوم به الكيان الصهيوني الغاصب من جرائم وحشية وإبادات جماعية تطال الأطفال والمدنيين. ختام الموجز، هذه عودة إلى استوديو البرنامج. إلى اللقاء. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وإن شاء الله نجدد التحية والسلام لكم، وما زالت فقرات صباح كربلاء تأتيكم إن شاء الله تباعا ضمن حلقة هذا اليوم. إن شاء الله كثير من الأمور والتفاصيل نأخذها، ما أعرف إن شاء الله ننتقل إلى النجف الأشرف أم إن شاء الله نأخذ وقفة أخرى من وقفاتنا اليوم. إن شاء الله أيضا راح يكون لدينا مباشر من العتبة العلوية المطهرة، نسلط الضوء على أسبوع العفاف الذي يعنى باحتفالات مولد السيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. اليوم مشاهدينا الكرام كثير من المهرجانات التي ترعاها العتبات المقدسة، حقيقة هذه المهرجانات هي إن دلت على شيء يدل اليوم على التلاقح الفكري والتبادل الثقافي بيننا وبين الشعوب.
وأيضا مهرجانات كثيرة تميزت بها. إذا نقول على الصعيد أيضا اليوم الوطني، هذا المهرجان اللي تحدثنا به قبل موجز الأخبار، وهو مهرجان الأربعين بدورته الثانية برعاية وزارة الثقافة وأيضا برعاية مؤسسة تبيين للإنتاج الفني والتطوير الإعلامي. هذا المهرجان ضم العديد من الأقسام مثل قسم الإنتاج والسينما والمسرح، وكذلك قسم الأدب والنصوص، وكذلك قسم الصوت، وأيضا قسم الصورة، وقسم الفنون التشكيلية. ومحاور كثيرة لهذا المهرجان تضمنت القصة المهدوية، وأيضا يعني مثل ما نلاحظ اليوم اللي احنا يعني حبينا نسلط الضوء فوز إحدى الزميلات وهي مسؤولة دار ثقافة اليتيم في قسم الإعلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة، الزميلة آلاء طاهر، فوزها بمسرحية مستمسكا بكم. والجميل كان هذه المسرحية من تأليف وإخراج آلاء طاهر. هذا اليوم الإبداع النسوي اللي انسلط الضوء عليه يدل على ثقافة المرأة المسلمة وتمسكها اليوم بسيرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. يعني احنا مثل ما نعرف كانت لدينا تغطيات خاصة في مهرجان كوثر الأصمة الثقافي الدولي بنسخته الثالثة، كثير من المشاركات كانوا من الفئة الشبابية النسوية اللي فازوا معظمهن بالقصة القصيرة، وأيضا من خلال الرسم، الخط، الزغارف أيضا، والأشغال اليدوية. احنا اليوم نريد نكسب هذا الشيء، نكسب الشباب لكي يكون لديهم مثل ما نعرف خلفية ثقافية حسينية يستطيعون بها مواصلة حياتهم في هذا المجتمع اللي اليوم انتابتنا كثير من الغزوات الفكرية والثقافية، لكن الحمد لله وبفضل الله وبدعم العتبات المقدسة، بدعم أيضا المؤسسات سواء مؤسسات أهلية، مؤسسات حكومية، مؤسسات تابعة للعتبة المقدسة، استطعنا أن نحاكي عقلية هذا الشاب بطريقة معاصرة وبطريقة هادفة، نستطيع أن نجعل وقيم مبادئ أهل البيت في عقولهم راسخة. لنا حديث إن شاء الله وتتمه، لكن بعد هذا الفاصل. محمد إن القسوة القائم العدل الإمام المنتظر، بشرى وعهد الحق من خير البشر، كالشمس خلف سحابة الشوق استتار. بشرى وعهد الحق من خير البشر، كالشمس خلف سحابة الشوق استتار. يا أهل العالم هذا تسبيح الضياء، يا أهل العالم هذا وعد الأنبياء. Thank you.
مشاهدين الأكارم، انتظرتنا طويلا حول هذه الجائزة وهذه المشاركة لزيارة الأربعين، وبالتأكيد زيارة الأربعين بالتأكيد هي واجب، ولكن هذا الواجب وهذا التلاقح الفكري اللي نشاهده بزيارة الأربعين واللي تكون هناك وفود وزيارات من مختلف البلدان، هذه الزيارات وهذا هذه المشاركة الكل كان عنده هدف أنه يوصل رسالة الإمام الحسين سلام الله عليه بطريقته الخاصة، عبر القصة، عبر الأدب، عبر المسرح، حتى اللي ممكن يكون عنده تجوال ومحبة للتصوير كان إلى فرصة بأنه يشارك بمهرجان دورة الأربعين اللي حقيقة بكثير من الجوائز اللي قبل فترة قليلة تم هذا المهرجان وتوزعت الجوائز على مستحقيها، وكان من نصيب هذه الجوائز للزميلة أو الأخت الفاضلة آلاء طاهر اللي حقيقة حازت على جائزة مهمة، وباعتباركم مسؤولة لإعلام اليتيم في العتبة الحسينية المقدسة أيضا كانت لكم مشاركة بتأليف وإخراج مسرحيات مستمسكا بكم. نرحب بكم ست آلاء وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله ألف مبارك لهذه الإنجاز اللي حقيقة يحتسب للجميع وبالإضافة لكم بشكل خاص. شكرا جزيلا، صباحكم خير. صباحكم صباح عافية عافية عليك. هي فرصة سعيدة أن ألتقي بكم مرة ثانية، خصوصا هو في هذه المناسبة السعيدة بداية السنة الميلادية، وإن شاء الله تكون هي بداية خير لكل الطاقات النسوية يعني اعتبرها. إن شاء الله طبعا مبروك لك لهذه الجائزة. الله يبارك فيكم. وندخل بالتفاصيل، حدثينا عن هذه الجائزة. الحمد لله، طبعا هو المجال مجال المسرح ومجال عموما الأدب بشكل عام، دائما ما يكرس نلاحظ الجوائز إلى القامات الأدبية والفنية بصراحة الرجالية، لكن حبينا من خلال هذا العمل المسرحي أن تكون هناك بصمة كبيرة للعنصر النسوي. حلو. خصوصا إذا ما لاحظنا الاتهامات اللي تكال إلى الجهات الإسلامية والمشاريع الإسلامية بأنه المرأة في الإسلام مهمشة، المرأة في الإسلام يراد لها أن تخنق وأنه تكون في المصافي الثانية أو المراتب الثانية من المجتمع، لكن الآن التجربة حية أمامنا من خلال مشاركتي أنه كانت العنصر الوحيد، العنصر النسوي الوحيد في مجال التأليف والسينما والمسرح، والحمد لله حصدنا. شوقتيني آلاء على حصدنا تفاصيل المركز المسرحية. الأول والمركز الإبداعي، الجائزة الإبداعية في هذا المهرجان تكون الجائزة اللي تكرس إلى مرتبة واحدة، يعني ما عدنا حصدنا المركز الأول والثاني والثالث. ما شاء الله، طبعا شوقتيني على تفاصيل هاي المسرحية، يعني أتمنى تتحدثين عنها، وأتمنى من الزميل المخرج أن يعرض لنا بعض من لقطات هذه المسرحية. طبعا مسرحية مستمسكا بكم كانت ضمن مهرجان غيث الورى الذي أقيم بمناسبة ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت مشاركات واسعة للأيتام من مختلف العراق. كان العمل المسرحي يجسد شخصية طفلة يتيمة لأحدى أبناء الشهداء، وأيضا دورها في نشر الثقافة العلوية، وأيضا وجود الإمام علي عليه السلام في حياة الأيتام لأنه دائما وأبدا هو أبو الأيتام. صحيح. فمن خلال هذا العمل قدرنا نسلط بطريقة جديدة وبطريقة وبأسلوب إخراجي جديد، وأيضا دمجنا مسابقة في النص المسرحي. دائما ما لاحظ أنه المسابقات تكون منفصلة عن النص المسرحي، في هذه الحبكة داخل هذه الحبكة قدرنا أنه نوظف المسابقة اللي هي كانت تجارب شخصية للأيتام تحدثوا بها من خلال النص المسرحي، وأصبحت هي داخل النص. حلو. الحمد لله نالت جلاء، طبعا نالت رضا الجميع. نعم بالتأكيد هي رضا، يعني نالت هذا الرضا بدليل حصته على هذه الجائزة. يدفعنا هذا الموضوع الله أنه نتساءل، ذكرت قبل قليل بأنه الكثير من القامات الأدبية اللي شاركت وبالتأكيد عندهم خبرة وعندهم تجربة كثيرة ومشاركات كثيرة. شنو اللي يميز هذا العمل بحيث حصلتي هذه الجائزة؟ ذكرت بأنه طريقة ممكن تكون حديثة وبها أفكار ورسالة حديثة، هل أنه هذا الاستحداث وهذا التجديد هو اللي يوصل أم النص، أم ما هي الأمور والعناصر اللي حققت بها النجاح بحيث حصلته على المرتبة الأولى؟ طبعا هو العمل المسرحي يتضمن عدة ركائز مهمة، من ضمنها الإخراج وطريقة أسلوب تحويل النص إلى عرض مسرحي مباشر أمام الجمهور. إذا ما كان المخرج يعمل بأسلوب حداثوي وبأسلوب مشيق أنه أنا راح النص عندي يموت. صحيح. بالمقابل إذا ما كان عندي نص قوي ونص جاذب للمشاهد، المخرج ما راح يقدر أنه يخرج خارج النص بطريقة أو بأسلوب مهما كانت خبرة.
خبرته. فهو العمل لازم يكون متكامل، وأنا حبيت أنه يكون النص اللي أنا أكتبه أنا أخرجه حتى تكون الرؤية عندي متكاملة والتجربة متكاملة، لأنه أنا مهما قدرت أول مشاركة لك في الإخراج هذه ثامن عمل للتأليف والإخراج المسرحي. العمل الأول كان ضمن مهرجان ربيع الشهادة في 2016، والعمل الثاني مهرجان انطلاقة الفتوى في 2017، وتوالت بعدها المهرجانات إلى أن كان ختامها مسك. ختامها مسك. طيب حدثينا عن هذه الجائزة، جائزة الإبداع ضمن المسرح الوطني، كيف تركت إلك من أثر وبصمة في مجال عملك، ولو أنت ما شاء الله دائما متألقة ومبدعة؟ من ذوقكم ست أسراء. طبعا المشاركات كانت هي بحدود 2000 مشاركة من كل أنحاء العراق، وبالتحديد في القسم اللي أنا اختصيت به هو سينما والمسرح كانت هناك 450 مشاركة. الحمد لله قدرنا نحصد الجوائز الثلاثة في هذا الجانب. العفو أذرا للمداخلة، أتمنى من الزميل المخرج أرضنا هذه الجوائز وهذا الشيء الذي يسلط على جائزة الإبداع ضمن المسرح الوطني. نلاحظ إن شاء الله من خلال شاشة التلفاز. نعم آلاء. طبعا حضور هذا الحضور المميز كان حضور قامات فنية وأكاديمية من بريطانيا ومن باكستان ومن فرنسا ومن إيطاليا أيضا. أيضا الجامعات العالمية حضرت هذا المهرجان من جامعة بيل وجامعة هارفورد وإحدى الجامعات العريقة في المختصة في الجانب الفني والإنتاج الفني. أيضا كانت هناك تلاقح أفكار، لأنه إحنا من نلتقي في هذه المهرجانات هي فرصة لتجديد الأفكار، فرصة لطرح المواضيع المهمة على الساحة الإسلامية. وأيضا مثل ما تعرفون أنه المشهد يحاول أنه يكرس القيم الإسلامية ويترك بصمة كبيرة في المشاهد. طبعا من أني أحول أي مشهد عندي على أرض الواقع إلى عمل مسرحي راح أترك انطباع ليس فقط عن هذا العمل المسرحي، إنما عن المنظومة ككل، عن العتبة الحسينية ككل، عن ما يجري في كربلاء في أيام الأربعين، عن ما يطرح من أفكار جديدة تلائم هذه المسارات. اليوم نلاحظ فئة الشباب قد تكون مبتعدة عن هذه المضامين، لكن الواجب علي أن أخاطب فئة الشباب بما هم يرغبون، وأستعمل الأسلحة اللي أنا يستعملها العدو في حربه الناعمة من الغزو الثقافي من الغزو الدرامي. صحيح. وأكرسها بطريقة جذابة وبطريقة معينة وفق رؤية الحداثوية حتى أقدر أنه أنا أرجع ما استلب مني من الجيل اللي الآن نعاني من عنده، أنه دائما ما يبتعد ويروح عن هذه المهرجانات. صح. أو قد يبتعد ويروح عن طريق الجادة الصواب. طيب ست آلاء، كل اللي تحدثنا عنه وصور والحديثكم كله جانب مشرق، جانب إبداع بيحصل لي جوائز. خلينا نتحدث إنه الجانب الآخر اللي واجهته ست آلاء بكتابتها بتأليفها. نعم. بمجال عملها، حتى نوصل رسالة لبعض الشباب أو لبعض السيدات ممن يعتقد أو ممكن يتحجج بأنه الظروف لا تسمح، المرأة لا تقيم بشكل صحيح، وذكرتي قبل قليل إنه هذه المشاركة كانت أنت الوحيدة، المرأة الوحيدة بهذا الميدان وبهذه المشاركة. بالفعل. بالتأكيد واجهتي معوقات سواء بالعمل أو تعاملكم. قبل قليل شاهدنا مستمسكا بكم. نعم. العمل كان يتمحور حول مشاركة أطفال والتعامل مع الأطفال بالإخراج، بالتأكيد ما عندهم خبرة بهذا الموضوع. بالضبط. واجهتي كثير من الصعوبات سواء بالكتابة أو بفسح الفرصة، شلون قدرتي تواجهين كل هذه المعوقات؟ حقيقة كان العمل جدا صعب، لكن الحمد لله تراكم الخبرات اللي أنه هذا العمل الثامن مثل ما خبرتكم، أصبحت عندي خبرة أنه أضع الشيء المناسب في المكان المناسب. لكن يبقى أنه الأمور الفنية والتحضيرات الفنية، طبعا مشكورين قناة كربلاء ساهموا في هذا العمل وأمدونا بمهندسي الصوت ومهندسي الإضاءة، أيضا لا ننسى فضل شعبة المسرح المعاصر وتحديدا الأستاذ منتظر الطويل كان إلى بصمة حقيقة في هذا العمل. أيضا الجهود اللي داخل العتبة الآن هي جهود مباركة، جهود تضافرية، جهود الحمد لله نقدر نطلع بها إلى مشاركات دولية، لكن يبقى البذرة الأولى هي جدا صعبة، مو بهذه السهولة أنه أنا أنال جائزة وأحصد جائزة بالمراتب الثلاث. بالتأكيد يحتاج إصرار، يحتاج عزيمة. يعني إحنا كنا ندرب الأطفال ما يقارب 11 ساعة و 12 ساعة في اليوم، طبعا تتخللها فترات استراحة، لازم انه مزاج الطفل. صحيح. يتعكر في بعض الاحيان، مزاج الطفل دائما
المتقدم. احيانا الاهل ما يتجاوبون، اهل الطفل ما يتجاوبون بصوره صحيحه او يشرطون بعض الشروط، انه تعرفون هذه امانه لازم انه نوصلها الى البيت، ناخذها ايضا من البيت. كثير من الامور تحدث حتى اثناء داخل العمل، كثير من المطبات نواجهها قد في الامور الفنيه، امور الكهرباء قد تحدث لنا بعض المشاكل اللي ما تطرح على البال، لكن الخبره والإصرار والعزيمة، يعني احنا كان ينتهي مثلا خصوصا احنا داخل العتبة مثل ما تعرفون، الحمد لله هذه هي شرف الخدمة داخل العتبة الحسينية. احنا كمنتسبين دوامنا 7 ساعات، احنا كنا نعمل 15 ساعة. نعم. الكادر يعمل 12 ساعة، احنا كمنتجين لهذا العمل نعمل اكثر من 15 ساعة. والحمد لله كان يعني حصاد هذه الثمرة. البعض طيبة. كان يلومنا انه انتم نساء شلون تقدرون انه تستمرون بهذا الجانب، اكيد عندكم مسؤوليات، اكيد انه بحاجة الى راحة اكثر. انا اقولهم انه العمل اذا كان باسم اهل البيت سلام الله عليهم، سلام الله عليهم، بالتاكيد انه المعوقات كلها وسبحان الله تتذلل من حيث لا ندري. يعني احيانا تكون ظروف صعبه هي من وحدها تنحل بدون انه يكون لها مقدمات. صحيح. رساله وصلت بجهودكم وبهذه الوقفات والتحديات اللي واجهتوها، وان شاء الله يعني يكون هذه الوقفات بها النجاح والتوفيق. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ست آلاء طاهر، مسؤوله اعلام وثقافه اليتيم من العتبة الحسينية المقدسة، وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح في مجال عملك. شكرا جزيلا. شكرا طبعا جزيلا. احنا نهدي هذا الإنجاز إلى سيد الشهداء عليه السلام. عليه السلام. وبالفعل هدينا الدرع إلى الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، وإن شاء الله يكون هناك أعمال كبيرة قادمة باسم سيد الشهداء إن شاء الله. أحسنتم، الله يبارك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، وبعد هذا الحديث الطيب مع آلاء طاهر متواصلين وإياكم بباقي فقرات صباح كربلاء، لكن بعد هذا الفاصل. وإياكم المهرجانات كثيرة ونشاطات كثيرة التي تزامنت مع ولادة الصديقة الطاهرة البتول سلام الله عليها. حقيقة حول هذا الموضوع والنشاطات الكثيرة، هناك أيضا نشاط أجرته العتبة العلوية المقدسة تضمن عنوان أسبوع العفاف. تفاصيل كثيرة حول هذا الأسبوع ونشاطاته مع زميلنا محمد الشريف، نرحب به. السلام عليكم وكل عام وأنتم بألف خير ومتباركين بهذه الولادات المباركة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. تحية لكم وتحية لكل من يشاهدنا الآن عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية في هذا الصباح العلوي الفاطمي المبارك، ونحن بجوار المولى أمير المؤمنين عليه السلام. عليه أفضل. نبارك لكم هذه الولادة العطرة، هذه الذكرى الميمونة في ولادة السيدة الزهراء سلام الله عليها. أحسنتم محمد، وصباح الخير والعافية عليك. مثل ما نعرف انطلق أسبوع العفاف في يوم الاثنين، وإن شاء الله اليوم هو ختام هذا الأسبوع، فراح أترك الحديث لكم مع ضيفك الكريم حتى تتحدثنا ماذا كان يتخلل هذا الأسبوع من فعاليات ونشاطات. فالجو لكم يا زميلنا محمد. نعم أكيد طبعا، أسبوع العفاف اللي أقامته العتبة العلوية المقدسة في الذكرى العطرة لولادة سيدة نساء العالمين مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، واللي استمر لأسبوع كامل وتضمن حقيقة العديد من الفعاليات. اليوم وصلنا إلى ختام المهرجان، إلى ختام هذه المناسبة العظيمة، للحديث حول تفاصيل المهرجان وما تضمنته فقراته ومن أمور ومن فقرات متنوعة. حقيقة يسعدنا اليوم أنه نستضيف الأستاذ حيدر العساوي رئيس اللجنة العليا لفعاليات العتبة العلوية المقدسة. أستاذ حيدر، بداية سلام عليكم وموفقين ومتباركين بهذه الولادة الميمونة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله
نسأل الله لنا ولكم شفاعة الزهراء بحقها وبحق أبيها وبعلها وبنيها. أحسنتم أستاذ حيدر. أسبوع العفاف، هذا المهرجان اللي أطلقته العتبة العلوية المقدسة واستمر لسبعة أيام، يا ريت تتحدث لنا عن فقراته منذ الانطلاق وصولا إلى اليوم يوم الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. دأبت العتبة العلوية المقدسة على أحياء مناسبات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولما تمثله مناسبة ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من ثقل وبعد اجتماعي وديني، شكلت لجنة خاصة لإدارة هذه الفعاليات. الفعاليات سمي بأسبوع العفاف بنسخته العاشرة. هذا الأسبوع تضمن مجموعة من الفعاليات، سواء كان فعاليات خدمية أو فعاليات ثقافية. ابتدأ هذا الأسبوع يوم 18 من شهر جماد الآخر بمحفل قرآني دولي حضره وأحياه مجموعة ونخبة من القراء الدوليين والقراء الوطنيين والمحليين في باحة الصحن العلوي المطهر. كذلك كانت هناك التفاتة لمشاركة الجموع الغفيرة من الزوار بإقامة محفل شعبي داخل الصحن العلوي المطهر، تغنت القصائد به بحب الزهراء وحب بنيها وحب والدها على طيلة يومين. أيضا كان هنالك لشريحة الطفولة جانب خاص، حيث أقامت العتبة العلوية في استراحة يعسوب الدين محفل طفولي خاص ضمن مجموعة من الفعاليات الخاصة بالطفولة برعاية مركز المحسن، سواء كانت مسابقات قرآنية أو مسابقات للرسم وغيرها من الأمور الأخرى. كان التركيز على الجانب النسوي خلال هذا الأسبوع لما تمثله العلقة ما بين الزهراء وبين النساء سلام الله عليها، فكانت هناك مجموعة من الندوات الثقافية أقيمت داخل مجمع الروضة الحيدرية وكذلك في الصحن العلوي وصحن فاطمة عليها السلام. الثقل الأكبر كان في هذه المناسبة هي مهرجان التكليف. مهرجان التكليف كعادة سنوية أقيم هذه السنة في رواق المحسن من صحن فاطمة عليه السلام، حيث تم تكليف فقط في محافظة نجف أكثر من 3000 مكلفة، إضافة إلى 4 محافظات تم إقامة فيها مهرجان تكليف متزامن مع هذا المهرجان المركزي، اللي هي محافظات البصرة ومحافظة ميسان ومحافظة القادسية ومحافظة المثنى. يعني عذرا للمقاطعة أستاذ حيدر، إذن الفعاليات لم تقتصر فقط يعني في النجف الأشرف، حتى بالمحافظات الأخرى كان، وإحنا كنا حاضرين حقيقة مهرجان التكليف كان فتشي، أو يعني فعالية التكليف كانت فتشي بمنتهى الروعة حقيقة. يعني هاي كانت البذرة الأولى هذه السنة أنه نجرب في باقي المحافظات، 4 محافظات انتخبت، وكانت التوقيت انطلاق الفعاليات متزامن في آن واحد، انطلقت في النجف وفي البصرة وفي ميسان وفي القادسية وفي السماوة بذات التوقيت وبذات الترتيب، ونفس كلمات الأمانة وبنفس الكوادر اللي انطلقت من الأمانة باتجاه هذه المحافظات الأربعة. كانت هناك هذا الشيء وفي الترتيب بالتنسيق مع الأخوة في الهيئات التشريفية في تلك المحافظات. أيضا كان هنالك اللمسة الواضحة لما مثله مهرجان عباءتي، حيث 1000 زينبية فاطمية احتفت بمولد السيدة الزهراء عليه السلام في رواق السيدة آمنة عليه السلام، وجددنا العهد للسيدة الزهراء ولأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالالتزام بالحجاب والعباءة الفاطمية الزينبية أمام القبة المطهرة لحرم المولى أمير المؤمنين. كان له الثقل ودور لمسة جدا جدا واضحة من خلال المجتمع النجفي أو المجتمع العراقي. أيضا كان هنالك إقامة مآدب الطعام، سواء كان عن طريق مضيف الزائرين التوزيع المباشر أو إقامة المأدبة الكبرى في باحة الصحن الفاطمي المطهر ليلة الولادة. هنالك أيضا العتبة ارتأت على أن لا تنسى خدم العتبة العلوية المقدسة، فالتفتت إلى عوائلهم لتكريم العوائل وشكرهم على ما يبذلوه من دفع الجانب المعنوي لدى الخدم في تقديم أفضل الخدمات للمرقد العلوي المطهر. هل هذه كانت المرة الأولى اللي تكرم فيها عوائل خدم المولى أمير المؤمنين عليه السلام؟ لا، مو المرة الأولى، لكن هذه المرة كانت تكريم مباشر للعوائل وليس عن طريق الخدم، مو من خلال المنتسبين، مباشرة عن طريق الخدم، سواء كان أنه بعض العوائل التي لديها عوائل مريضة أو مقعدة
كان هناك وفد خاص من الأمانة توجه لبيوتهم، وأيضا كان هناك لقاء من جناب سماحة السيد الأمين العام بعوائل الخدم وشكرهم وتقديم الهدايا العينية لهم حبا واعتزازا وتقديرا لهم على ما يبذلوه خلال هذه الفترة. أحسنتم. استاذ حيدر اذا سمحت لي اريد ارجع وياك، لانه انا حقيقه يعني فعلا معجب باللي صار بقضيه التكليف، حفل التكليف اليوم، لما فتيات اعمارهن ما تتجاوز 9 سنوات يتم تكليفهن وهن في حضره المولى امير المؤمنين عليه السلام، الى اي مدى هذا ممكن ينعكس على الفتاه في هذا العمر ايجابا؟ الى اي مدى يترك اثر نفسي وذهني وروحي في داخلها بحيث يدعوها الى التمسك بالحجاب؟ لله الحمد، المهرجان خلص، مهرجان التكليف صار له 4 أيام. تواصلوا ويانا بعض العوائل عن طريق بعض الهيئات المدرسية، لأن صار في جروب خاص بيهم، يرسلون لنا صور عن اعتزاز تلك الفتيات بالهدايا المقدمة، سواء كان شادر الصلاة أو سجادة الصلاة التي هي أشير بها لعلقة خاصة ما بين المناسبة وما بين الواجب الشرعي. فلقطات حقيقة تشعرنا بالفخر وتشعرنا بالارتياح بأن هذا الشيء كان في باحة حرم أمير المؤمنين وفي حضرة السيدة الزهراء وحضرة الإمام أمير المؤمنين. هذا يرسخ العلقة العميقة ما بين الفتاة وما بين الجانب الديني، بالرغم من وجود بعض الضغوطات في المجتمع والغزو الفكري المنحرف، لكن إن شاء الله هذا يزول بفضل التمسك بهذه الأشياء. أحسنتم. طبعا هسه البعض يقول لك يعني هسه هي سجادة وشادر صلاة، يعني القضية ما تستحق كل يعني هالحديث وكل يعني الخوض في هذه التفاصيل. نعم. لكن مثل ما تفضلت حضرتك أنه أهمية الموضوع تكمن ربما في الجانب النفسي والروحي. أحسنت. هناك علقة خفية ما بين الموقع التي تم فيه التكليف وما بين المكلفة، هذه العلقة هي بصيص الضوء اللي هو شنو؟ نور الزهراء عليه السلام صلوات الله وسلامه عليها. طيب. نعم. حيدر، انا قبل لا اختم معك اليوم، شنو راح تكون فعالية الختام؟ اليوم وصلنا الى الختام؟ اليوم ان شاء الله وصلنا الى الختام، عذرا فعالية اخرى لم تذكر، وهي تكريم ثلة من النسوة المتميزات، سواء كان استاذات جامعيات ومن اصحاب الهمم ومن عوائل شهداء الحشد المقدس، سيتم تكريمهم ان شاء الله هذا اليوم. شكرا لك استاذ حيدر، انا ممتن لحضرتك، وكان بودي انه يكون لقاء اطول حقيقه، لكن تعرف احنا ايضا ملتزمين. شكرا لك استاذ حيدر، ممتن. اذا هذا كل اللي تحدث به الاستاذ حيدر العيساوي، نشكر الى تواجده وظهوره معنا من خلال شاشه قناه كربلاء الفضائيه، ونتمنى لكم ولجميع المشاهدين التوفيق بحق محمد وآل محمد. التوفيق للجميع. احسنتم زميلنا محمد على هذه الاشراقه وعلى هذه المعلومات التي حقيقه ابهجتنا، شكرا لك ولضيفك الكريم. شكرا لكم. إذا كان حديث طيب أسراء حول هذه الفتيات الصغار، اللي مثل ما ذكر قبل قليل ذكر بأنه ممكن البعض يتساءل يقول هي مجرد تشادر للصلاة وممكن هذه السجادة بسيطة، لكن هي كبيرة بنفوس الفتاة اليوم. نعم. تفضلي. إذا تبقى هذه مثل ما ذكر قبل قليل، هذا الحجاب الصغير اللي ترتدي هذه الفتاة الصغيرة بهذا العمر الصغير بتكليف وبواجب ممكن البعض يستهين به، لكن هد عروش كثيرة ومخوف الأوساط ممكن تكون الغربية. خلينا نحافظ على هذه الدرة الثمينة اللي هي جزء بسيط أهدتنا إلى الزهرة سلام الله عليها. سلام الله تعالى عليها. إذا مشاهدينا الكرام، الحمد لله والشكر، اليوم احنا عندنا هذا الوعي في نشر الثقافة الإسلامية بطريقة جميلة وبطريقة اليوم تخلي فد واقع كبير في نفوس أولادنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا. متواصلين وإياكم لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم وإن شاء الله نتحدث حول النشرة الجوية وتغيرات درجات الحرارة بهذه الفترة، اللي مو فقط العراق بدأ يتنبه إلى موضوع أنه درجات الحرارة بارتفاع أو مو بالانخفاض اللي المفروض تكون عليه بمثل هكذا وقت، بينما نشاهد ببلدان أخرى أسراء انخفاض قوي عندهم بدرجات الحرارة، ولكن العراق ما وصل لليوم هذا بس اليوم باردة
بس مو بالقدر اللي المفروض تكون به مثل هذه الايام. هسه هذا حديثنا، خلينا نشوف زميلنا مصطفى والمعلومه مصطفى. دقيقه عنده بالتاكيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسعد الله صباحكم زميلنا مصطفى. صباح الخير والعافيه سوزان واسراء ولكل مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه. صباح الاجواء الشتويه اليوم. اها يعني توافقني بالراي مصطفى، اليوم كلش بارده. فعلا انخفاض واضح في درجات الحراره منذ مساء يوم امس، يعني ابتدات هذه الكتله الهوائيه بالاندفاع، ايضا ستبلغ ذروتها يوم الاثنين والثلاثاء. ربما بعد هذين اليومين نشهد استقرار ملحوظ، لكن ايضا مطلع الاسبوع المقبل هنالك بحسب الخرائط يعني موجه بارده ثانيه. طيب خلينا نترك التفاصيل يمك. يعني بالتحديد ايضا راح تتركز في باديه النجف والسماوه وايضا غرب البصره جنوب العراق. شكرا جزيلا لزميلاتي، تفاصيل اوفى عن حاله الطقس في العاصمه الحبيبه بغداد وباقي المحافظات الشماليه والوسطى والجنوبيه، لكن بعد هذا الفاصل القصير. من جديد اهلا بكم سادتي الاكارم اينما كنتم في صباح جديد مع نشرتنا الجويه التي تاتيكم دائما وابدا ضمن برنامج صباح كربلاء. البدايه كالعاده نبداها بتصريح رسمي من قبل هيئه الانوال الجويه والرصد الزلزالي في وزاره النقل العراقيه عن حاله الطقس في البلاد اليوم الاحد السابع من كانون الثاني. نبدا كالعاده من المنطقه الوسطى، الطقس سيكون صحوا مع بعض الغيوم وتشكل الضباب صباحا ويزول بشكل تدريجي، أما درجات الحرارة ستنخفض عن اليوم السابق والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون ما بين 6 إلى 8 كيلومتر وفي الضباب ما بين 2 إلى 4 كيلومتر. أيضا المنطقة الشمالية الطقس سيكون صحوا ويتحول إلى غائم جزئي مساء مع ضباب صباحا ويزول بشكل تدريجي، أيضا الحرارة ستكون منخفضة عن الأيام السابقة والرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعها ما بين 5 إلى 10 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون ما بين 8 إلى 10 كيلومتر وفي الضباب ما بين 2 إلى 4 كيلومتر. أما أخيرا المنطقة الجنوبية الطقس سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم والحرارة أيضا ستكون مقاربة لليوم السابق، أما فيما يخص الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، وتنشط هبات هذه الرياح في النهار لتصل هذه السرعة إلى 20 وأحيانا 30 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون ما بين 6 إلى 8 كيلومتر. أيضا فيما يخص تفاصيل أكثر عن حالة الطقس يوم الثلاثاء المقبل، أيضا هنالك منخفض جبهوي سيندفع من جهة البحر المتوسط ويسبب موجة أمطار تبدأ مساء الثلاثاء وتنتهي الخميس بإذن الله تعالى، يتبع هذا المنخفض أيضا منخفض آخر ابتداء من الجمعة المقبلة، تركيز الحالات الجوية والأمطار التي يتأثر بها أو يؤثر بها المنخفضين تكون في مدن الشمال وبعض مناطق الوسط والأنبار، والتأثير يكون ضعيف في باقي المدن بسبب تواجد مرتفع جوي يسبب استقرار جزئي، لكن السحب ستتواجد في كافة المدن اعتبارا من يوم الاثنين، يوم غد الاثنين والايام المقبله. هذا الخبر اثار انتباهنا، اما درجات الحراره ايضا عفوا سادتي المشاهدين فيما يخص موجات الغبار، هنالك توقعات بموجات غبار يوم الاربعاء بسبب تقلبات اتجاه الرياح السطحيه، كل هذه معلومات والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الخبر اثار انتباهنا، اما درجات الحراره المتوقعه في بغداد وباقي المحافظات فهي كالتالي. نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، تبدأ بست درجات حرارة صغرى كما تلاحظون وتنتهي الذروة العظمى عند 20 والأجواء مشمسة مع بعض القطع من الغيوم. جنوبا في البصرة كما تلاحظون أجواء مشمسة في البصرة، 9 درجات مئوية الصغرى، أما العظمى سترتفع لتسجل حاجز 23 درجة بحسب المختصين. شمالا هنالك في أربيل أيضا أجواء باردة في أربيل، تبدأ بخمس درجات وتنتهي 15 درجة مئوية والطقس سيكون غائم تماما.
أيضا في محافظتنا المقدسة كربلاء رغم الأجواء الباردة نلاحظ كما تلاحظون الأجواء المشمسة في كربلاء مع بعض القطع من الغيوم. أيضا 6 درجات تبدأ الحرارة في كربلاء وتنتهي ذروة العظمى عند 18 درجة مئوية. جنوبا في ذي قار أيضا الأجواء مشمسة رغم برودتها 7 درجات مئوية فقط الصغرى، والعظمى سترتفع لتسجل 21 درجة بإذن الله تعالى. ننتقل سادتي المشاهدين إلى السليمانية شمالا، 2 درجة مئوية فقط تبدأ الحرارة الصغرى وتنتهي ذروة العظمى عند 14 درجة مئوية، والأجواء ستكون مشمسة رغم برودتها. أيضا في محافظات الفرات الأوسط في بابل تحديدا 4 درجات مئوية فقط تبدأ الصغرى وتنتهي عند 20 درجة مئوية، والأجواء أيضا مشمسة رغم البرودة. في ميسان جنوبا الأجواء مشمسة هنالك و6 درجات مئوية تبدأ الصغرى لهذا اليوم وتنتهي ذروة العظمى عند 20 درجة بإذن الله تعالى. أيضا ننتقل سادتي المشاهدين شمالا حيث محافظة أدهوك والأجواء الباردة 5 درجات مئوية فقط الصغرى والعظمى 14 والطقس سيكون غائم تماما. أيضا ننتقل إلى غرب العراق في الأنبار تحديدا أجواء مشمسة وتبدأ ب7 درجات مئوية الصغرى، أما العظمى ستبلغ 18 درجة مئوية بحسب المختصين. أيضا نذهب إلى محافظات الفرات الأوسط في النجف الأشرف تحديدا الأجواء مشمسة رغم برودتها 6 درجات مئوية تبدأ الصغرى، أما العظمى تنتهي عند 20 درجة مئوية بإذن الله تعالى. أيضا ننتقل إلى محافظة أخرى من محافظاتنا الحبيبة في الديوانية تحديدا الأجواء مشمسة وباردة 6 درجات مئوية فقط الصغرى وتنتهي ذروة العظمى عند 20 درجة مئوية تماما. أيضا إلى الموصل شمالا حيث 6 درجات مئوية تبدأ بالصغرى وتنتهي ذروة العظمى عند 15 درجة مئوية، والأجواء رغم هذه ستكون مشمسة وصافية. أيضا إلى محافظة ديالى الأجواء كذلك هنالك يعني مشمسة وصافية تبدأ ب7 درجات مئوية فقط وتنتهي ذروة العظمى عند 20 درجة مئوية في محافظة ديالى الحبيبة. أيضا في محافظة واسط الأجواء مشمسة في واسط 6 درجات مئوية تبدأ منذ ساعات الصباح الأولى وتنتهي ذروة العظمى عند 20 درجة مئوية في واسط. إلى صلاح الدين، ماذا سجل صلاح الدين؟ سجلت 5 درجات مئوية لهذا اليوم كصغرى، أما العظمى ستبلغ 18 درجة مئوية والأجواء كما تلاحظون مشمسة. نذهب إلى كركوك، أيضا الأجواء مشمسة في كركوك ودرجات الحرارة الصغرى تبلغ أو بلغت 7 درجات مئوية لهذا اليوم والعظمى ستبلغ 16 درجة مئوية. أخيرا في محافظة المثنى 6 درجات مئوية تبدأ الصغرى وتنتهي ذروة العظمى عند 20 درجة مئوية والطقس سيكون مشمس رغم برودة الأجواء. أيضا سادتي المشاهدين في أخبارنا العالمية وعن موجة البرد الشديدة التي تنهش العظام حيث ألبست الثلوج شمال أوروبا الرداء الأبيض، شهدت المناطق المنخفضة طقسا شديد البرودة حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر لتحطم الرقم القياسي المسجل منذ 25 عاما شهدت في شهر يناير في السويد تحديدا التي اجتاحتها موجة البرد القارصة. لاحظ الفيديو المتداول. ربما اعتاد السويديون على مثل هكذا أجواء، لكن نتمنى الصحة والسلامة لجميع مواطنين هذه المناطق. هذا الخبر العالمي أثار انتباهنا. إلى هنا وصلنا لنهاية نشرة أخبار الطقس، هذه عودة للزميلات سوزان وإسراء لتكملة باقي الفقرات. إلى الملتقى.
الموضوع، ولكن قبل ما نطلع على هذه التعليقات خلينا نذهب مع جولة أجراها أن الزميل ماجد الأسدي حتى نتابع هذا الاستطلاع، من ثم لنعود لتعليقاتكم. صباح الخير عليكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول: الظروف الصعبة تغيرنا أم نغيرها؟ خليكم يانا أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء. ظروف صعبة حسب قابلية الشخص، يعني أكو أشخاص يتقبلون ظروف، اكو اشخاص لا ما يتقبلون، اكو اشخاص يعني ينجبرون يخضعون للظروف، اكو اشخاص لا مقاومين، يقاوموا الظروف، يقدر يقاوم الحياه، يقدر يقاوم كل المدركات مال الحياه، يعني اكو اشخاص يرتبك في موقف معين او كذا، واكو اشخاص لا طبيعي يعني يقدر يمتلك نفسه ويسيطر على نفسه ويدارك الموقف، يقدر يعالجه، يقدر طرق علاج له، يعني يقدر يوضع اكثر من طريق علاج، اكو اشخاص لا يعني حسب. كل انسان يمر بظروف صعبه، والانسان القوي الشخصيه هو يقدر يغير هاي الظروف ويقدر يتغلب عليها من خلال مقاومته، وما يظهر للمقابل انه هو مكسور او يعني مر بظرف صعب. فدائما واحد لازم يكون قوي الشخصية على مود ما يظهر المقابل انه هو مار بظرف صعب او شيء. الظروف تغير ولا نغيرها؟ حسب الشخص اللي تمر به الظروف، بعض الاحيان يكون شخص عديم ارادة مثلا راح يخضع للظروف، بعض الاحيان شخص صاحب هدف صاحب طموح راح يكون هدفه بعيد، فالشخص صاحب الهدف وصاحب الطموح صاحب الارادة راح يكون نظرة الهدف البعيد، يعني مهما يكون طريقة صعب مهما تكون معوقات عدة راح يكون الشخص ناجح ويكون يقدر يتغلب على الصعوبات والمطبات والمعوقات اللي يتعرض لها. بهاي الحالة راح يتغلب على الظروف مهما كانت نوعية الظروف أو طبيعة الظروف اللي راح تلامه بالطريق مالته. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى استوديو البرنامج. شكرا لماجد الأسدي على هذه الجولة، تعرفنا من خلالها على بعض الآراء. خلونا نقرأ التعليقات التي وردت لنا على الموقع الرسمي لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية. من الزميلة فاطمة عاشور تقول: الظروف ما تركت أحد فينا ما غيرته، كلنا تغيرنا، أولوياتنا تغيرت، دعواتنا تغيرت، أسلوبنا تغير، حتى مقامات الناس في حياتنا تغيرت. حمزة جبر يقول: كلما نمر به من ظروف اليوم وغدا وفي المستقبل لا نعلم بما بها، إنما علمها عند الله سبحانه وتعالى، هو من يعلم بتلك الظروف التي نمر بها فهي بمشيئته وقدرته، إن كانت سلبا أو إيجابا، وهي ليست بإرادتنا ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأما تغييرها فهي بإرادته، إذا قال للشيء كن فيكون وهو المستعان. مع خالص تحياتي لكم. أيضا هناك تعليق من الكاتب مرتضى منير يعلق ويقول: الحياة مليئة بالتحديات وبالمشاكل، لكن الأهم هو كيف نتعامل معها. عندما نتأقلم ونبحث عن حلول إبداعية وفعالة نستطيع تغيير الظروف والتغلب على التحديات، وأحيانا يكون لدينا فرصة للتعلم وللنمو من خلال مواجهة تلك المشاكل. لذلك لا نفقد الأمل والقوة، نتذكر دائما بأن التفكير في حل المشكلة والتأقلم مع الظروف يمكن أن يساعدنا على الوصول لحلول إبداعية ومبتكرة. مع تحياتي لقناتكم الكريمة وتحياتنا لكم ولهذا التعليق. أيضا من أحمد علي يعلق ويقول: خطوات كتبت علينا ومن وجد خطوات كتبت عليه مشاها،
للأجواء المحيطة والبيئة دور مهم ومؤثر على بناء ومعالم أي شخصية ربما تنجح في تخطي الظروف أو ربما تغرق فيها. بالتأكيد هذا حسب نوع الظرف اللي دي نتعامل معه. في بعض الأحيان تكون الظروف هي أقوى حتى من إرادتنا وأقوى من طاقتنا. أحسنتي. الكاتب مرتضى منير: الظروف تؤثر على قراراتنا، لكننا نحن من يتحكم في تصرفاتنا ونواجه الصعاب بإبداع ومرونة عندما نتعامل مع المشاكل والتحديات. يمكننا أن نستخدم قوة عقولنا للتكيف والتأقلم. أحيانا يكون الحل داخلنا ونحن فقط بحاجة لاكتشافه، فالحكمة تكمن في قدرتنا على رؤية الضوء في أعماق الظلام، ونستمد القوة من الله تعالى والتوكل عليه، فهذا ما يجعلنا أكثر صلابة وعزم. وتحياتي لكم، تحياتنا إليك. أما صادق مهدي حسن يقول: السؤال مؤلم والإجابة أشد ألما، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله ماكو ألم بقلوبكم. وتعليق من حمامة السلام: السلام عليكم، كثيرا ما نمر بهذه الحالة، أنا بطبيعتي أتجاوب مع الظرف بشرط أن لا يؤثر سلبا علي. تحياتي لكم أم محمد جاسم، وتحياتنا إليك يا أم محمد. نعم، إذا كانت هناك حقيقة تعليقات كثيرة، أكثر هذه التعليقات كانت يعني تذكر مسألة أنه في بعض الأحيان تكون الظروف قاهرة لا نستطيع تغييرها وهي اللي تغيرنا، والبعض ذكر أنه بالعكس تماما، مهما كانت هذه الظروف صعبة بإرادتي وبعزيمتي أنه أقدر أواجهها وأغيرها. المهم أنه ما نتغير للأسوأ، نتغير للأفضل، نتغير بهذا النضج اللي نوصل به إلى مراحل كثيرة. ممكن تجارب كثيرة تغيرنا وتغير تفكيرنا وتغير أولوياتنا. في الختام نقول: إن الحياة مواقف ودروس، والناس فيها